نقلها من مدرستها. وين نقلها؟ نقلها المدرسة طبعا هاي لين المعاونة قالت يابا ترى ماكو هيك هاي المدرسة ترميم واحنا صارفين المفروض 90 مليون. نعم. قام نقلها من هاي المدرسة، نقلها المدرسة بحي الرحمة اللي صاير بالمقبرة. نقل أنا أريد أسألك نقل نقل المعاونة اللي نزلها علي فاضل مدير تربية النجف، نقل معاونة نزلها إلى درجة معلمة ونقلها إلى مدرسة بالمقبرة. بالنجف نقلها بالمقبرة. هسه السؤال قحطان، السؤال هو التالي صار قحطان، أنه أكو وزارة أكو بلد يخلي مدرسة بمقبرة؟ يخلي مدرسة بمقبرة والله ما أدري. يعني صحيح أكو مدرسة بالمقبرة؟ إيه بحي الرحمة موجود بالنجف. بالنجف إيه. والطلاب عادي يروحون للمقبرة ويدرسون ويطلعون؟ إيه عادي وعظم الله أجرك والسلام. زين أقول لك برا يقول لك دير بالك نفسية الطفل والنفسية ما تتأذى وما أدري شنو، وإحنا عادي يعني أزين هذا من يفوت بصف القبور عادي يعني؟ جدا عادي. أقول لك واليرسب يكتبوا له خاتمة الأحزان، يعني ما يكتبوا له بالتوفيق. ولي ينجح يكتبوا له سعيكم مشكور. والله العظيم مصيبة بالله. هذا وين؟ هذا وين؟ هذا بلدي صدر 3.5 مليون برميل نفط يوميا. كارثة والله كارثة.